خير المناقره مش جد في المناقره غادي تابعوا المسلسل ان شاء الله على القناه الثانيه دوزان. بعد بحكم القصه انا ودنيا ما كنتفارقوش لان ضروري حيت هي لعبه الام ديالي وفين ملي غتفرجوا ان شاء الله غادي تشوفوا بلي فين ما مشينا كنمشيو بجوج ايتو ودونك الحياه ديالنا مرتبطه لاننا كنعيش غير معاها ما كاينش الاب فديجا هاد المساله محتمع علينا اننا نكونوا قراب واننا نحسوا بعضياتنا ونخدموا مع بعضياتنا اكثر. ولكن بصراحة الجو زعما زوين ما بين كاع الممثلين لان زعما كلشي الهدف ديالو هو ان العمل يكون مزيان فكاين ظروف زوينه والناس اللي ماني ما اشتغلت معاهم هذه اول مره احنا دابا كنتعرفوا وكنكتشفوا بعضياتنا وكنكتشفوا كل واحد وطريقه ديال الاشتغال ديالو. المسلسل هو الدور ديال حليمه الشيخه اللي عندها واحد البنت اللي هي سميتها هند واللي كتسعى ما امكن الام بحال باقي الامهات انها توصلها لبر الامان بالطريقه باش كتشوف هي. فكيحدث ان هذه البنت هذه امها كيدخلوا لواحد العالم كبير عليهم كيف تقدري تقولي فايتهم بزاف ديال الحوايج فكيوقع واحد المجموعه. الدور ديال مسلسل قلب مريض غيكون هو دور ديال سليمه اللي هي بنت عمر المعطاوي الدور اللي غادي يجسدو امين ناجي بنته الكبيره سي سون برا دوا بحال قلتي اللي كيعول عليها في كل شيء في خدمه في لاجيستيون ديال الدار في اي حاجه.